الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط العراقية لأمريكا ارتفعت أكثر من 200 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 7 دول بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميا، مشيرة إلى أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 229 ألف برميل يوميا، مرتفعة عن 142 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه. انخفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي السبت في البورصة الرئيسية في بغداد بالتزامن مع إغلاق البورصة في كردستان العراق بسبب العطلة، وبلغ سعر الدولار الواحد 1473 دينارا عراقيا في بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، بينما سجلت محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 1477 دينارا ونصف الدينار مقابل الدولار الواحد. من جانبها، أعلنت رابطة المصارف الخاصة في العراق منح أكثر من 100 مليار دينار كقروض سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي 1 تريليون دينار. وقالت رابطة المصارف الخاصة في العراق أن المواطن غير الموظف يحق له شراء وحدة سكنية في المجمعات فقط، بينما الموظف يحق له شراء في الأحياء السكنية والمجمعات الاستثمارية. يذكر أن هناك العديد من ملفات الفساد التي كشفت تتعلق بقروض المصارف الخاصة وتورط جهات سياسية متنفذة في الاستفادة منها. توقعت مؤسسات دولية من بينها البنك الدولي أن تزيد نسبة الفقر في الأردن عن 27% وأن تتجاوز البطالة 25% خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال رئيس الوزراء بشر الخصاون أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من وضع خطة اقتصادية وستكون جاهزة قبل نهاية الشهر الجاري، وتتضمن برنامجا تنفيذيا على مدى 24 شهرا ضمن أولويات محددة وأطر زمنية واضحة. وقال مصدر مطلع إن الخطة تركز على إحداث التعافي الاقتصادي المطلوب من كورونا والحد من مشكلتي الفقر والبطالة والتركيز على سياسات التشغيل ومساعدة الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل. شهدت العملة اللبنانية انهيارا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي، فللمرة الأولى اقترب سعر الدولار في السوق السوداء في لبنان من 20,000 ليرة لبنانية، فيما تشهد الصيدليات إضرابا مفتوحا احتجاجا على شح الأدوية منذ أسابيع، مع انهيار العديد من القطاعات الخدمية في البلاد ولا سيما الكهرباء، ويعني ارتفاع سعر الصرف الفعلي إلى عتبة 20,000 ليرة مزيدا من التعقيد بالنسبة للأزمة المعيشية والحياتية التي يكابدها اللبنانيون والمقيمون على السواء، ولا سيما صعوبة الحصول على المحروقات في محطات التوزيع أو الأدوية من الصيدليات وإن بأسعار خيالية تفوق بكثير الأسعار الرسمية. أشارت السلطات الصينية إلى أنها قد تطلق العنان قريباً لمزيد من الدعم للاقتصاد. وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن هذا التحول غير المتوقع يشير إلى أن أسرع انتعاش بعد وباء كورونا في العالم قد يكون أضعف مما يبدو، مشيرة إلى أن رد فعل المستثمرين في الصين قدم دليلاً دامغاً للأسواق الأخرى التي تترقب تسريع النمو العالمي، حيث انخفضت العديد من الأسهم في بورصة شنغهاي بعدما لمحت بكين إلى أن الشركات قد تحتاج إلى تمويل جديد. إلى اللقاء.